بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام الشاب الرملي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين، في كتابه المسمى بغاية المأمول شرح ورقات الأصول، في قراءتنا السادسة لهذا الكتاب بالرواق الجاوي، قال: ويعرف المعنى المجازي بتبادر غيره من لفظه إلى الفهم لولا القرينة. بعد أن تكلم على الحقيقة والمجاز وشرع في أنواع المجاز وتكلمنا على ذلك باستفاضة وأطلنا النفس فيه، شرع يتكلم على علامات المجاز. ما هي العلامات والسمات والأوصاف التي إذا رأيناها علمنا أن هذا اللفظ مجازي وليس بحقيقي؟ قال: علامات المجاز تعرف بتبادر غيره من لفظه. تبادر يعني إيه؟ سرعة الفهم. إذا قلنا هذا اللفظ الفهم يذهب سريعا إلى هذا المعنى. بتبادر غيره من لفظه إلى الفهم لولا القرينة. بتبادر غيره يعني لولا القرينة، لولا القرينة لتبادر غير هذا المعنى من اللفظ، لأن اللفظ يتبادر الحقيقة منه إلى الذهن. يعني إذا كان اللفظ موجود وأسرع الذهن إلى فهم المعنى يكون ذلك حقيقة. أما إذا وجدت قرينة فإنه حينئذ لولا وجود القرينة لتبادر الفهم إلى هذا المعنى المجازي. يبقى بتبادر غيره يتبادر الغير اللي هو غير المعنى الحقيقي المجازي، بتبادر غيره أي غير المعنى المجازي إلا هيتبادر إن اللفظ الحقيقي المعنى الحقيقي هو الذي يسرع الذهن إليه بتقدير عدم وجود القرينة. فإذا تبادر إلى ذهنك معنى مع انتزاع هذه القرينة وعدم وجودها يكون هذا المعنى الموجود الذي لم يتبادر إليه الذهن هو المعنى المجازي، ويكون المعنى الحقيقي الذي تبادر إليه الذهن بتقدير عدم الوجود القرينة هو المعنى الحقيقي، لأن الحقيقة تعرف بتبادر الذهن إليها، وأما المجاز فإنه يعرف بتبادر غيره غير المعنى المجازي إلى الذهن لولا وجود القرينة. لولا وجود القرينة لا تبادر المعنى إلى الذهن، لكنه إذا وجدت القرينة فإنها تمنع التبادر. ويعرف المعنى المجازي بتبادر غيره. غيره يعني غير المعنى المجازي، من لفظه يعني من لفظه من لفظ المعنى المجازي إلى الفهم لولا القرينة، يعني لولا القرينة موجودة لتبادر إلى الذهن المعنى الحقيقي. يبقى هنا كأن الكلام كذلك مضمن فيه علامة من علامات الحقيقة، وهو أن الحقيقة تعرف بتبادر الذهن إلى ذلك المعنى من اللفظ عند سماعه، وأما المجاز فإنه يعرف بأن اللفظ لولا وجود القرينة لتبادر إلى معنى آخر غير هذا المعنى الذي فهمناه من اللفظ. نضرب لذلك مثالا: عندما تقول رأيت أسدا في المعركة يحارب، لولا وجود كلمة في المعركة
لتبادر أي لأسرع ذهنك إلى فهم أن المراد من ذلك الأسد الحقيقي، لكنه عند وجود القرينة يمتنع أن يذهب الذهن مسرعا إلى ذلك المعنى. فالمعنى المجازي يعرفه بتبادر غيره، بتبادر غير المعنى المجازي من لفظ المجاز. لولا وجود القرينة، يعني لولا القرينة موجودة لتبادر غير هذا المعنى، لولا كلمة في المعركة لتبادر إلى ذهني من لفظ الأسد معنى الأسد المفترس، وهو الحيوان المفترس. شفت حلوة ازاي؟ وانتوا أحلى. فهمتم ولا نقول تاني؟ فهمت؟ ما دام انت مبسوط كده يبقى فهمت. انا بقرأ الناس. ويعرف المعنى المجازي بتبادر، تبادر يعني ايه؟ يعني سرعة الوصول، سرعة وصول الذهن إلى المعنى من خلال اللفظ. فإذا كان الذهن سريعا للذهاب إلى معنى اللفظ لولا وجود القرينة يكون ذلك حقيقة، وإذا وجدت القرينة منعت من تبادر الذهن إلى المعنى الحقيقي، ويكون ذلك الذي بين أيدينا مجاز، وعند عدم هذه يكون حقيقة. وضربنا مثالا لذلك كما في قولك، وضرب على ذلك مثالا، وذلك كما في قولك. في البليد، يعني اللي ما بيفهمش، ها ربنا يستر. ربنا يستر يا مولانا. هذا حمار. أنا ما بشاورش. أنا ما بشاورش، بس هو اللي قال، بيقول لك هذا حمار. إيه ده؟ إزاي حمار؟ ده مش حمار حقيقي. عارف لولا إن أنا يعني ناظر إلى ما أشير إليه لفهمت أنه أراد المعنى الحقيقي، ولكن القرينة موجودة فمنعتني من أن يذهب ذهني إلى المعنى الأصيل. لا ده احنا بنقول حاجة تانية. وصحة النفي دي علامة أخرى. احنا خلاص خلصنا من العلامة الأولى، أي وصحة النفي في الواقع ونفس الأمر لا باعتبار الاستعمال. دي علامة أخرى من علامات المجاز، اللي هو إيه؟ أن يصح نفي المعنى. تقول وتشاور على إنسان، وأيضا التدليل اللي احنا دللناه صح، تشاور على شخص كده بليد، يعني لا، غير سريع الفهم، بطيء الفهم جدا، وتقول هذا حمار. ايه ده حمار حقيقي؟ لا، مجازي. طب ايه اللي عرفني انه مجازي؟ انه في الواقع ونفس الامر ليس حمارا، فصحة النفي في الواقع ونفس الامر تدل على ان هذا اللفظ لهذا المعنى مجاز. لانك ممكن تقول هذا حمار مثلا، وتقول هذا ليس بحمار. مش وارد؟ وارد. والذي يتوارد عليه النفي والإيجاب تارة هو الذي نقول عنه بأنه ليس حقيقيا وإنما هو مجازي. تقول هذا حمار، هذا ليس بحمار. يبقى إذا نفيت عنه هذا المعنى في الحقيقة ونفس الأمر بعد إثباته في حالات أخرى يكون ذلك علامة من علامات المجاز. وبصحة النفي أي في الواقع ونفس الأمر فإنه يصح نفي الحمار عنه. والله أنا كان وجهة نظري فإنه يصح نفي الحمارية عنه، مش الحمار. الحمارية، الصفة دي، أنه يصح نفي الحمارية عنه. كما لك أن تقول هذا حمار، لك أن تقول هذا ليس بحمار. قال رقم 3 من العلامات، وبالتزامي،
وهنا كما ذكرنا في الشروحات والقراءات السابقة هنا بيقول وصحة النفي بتبادري وصحتي وبالتزامي. لماذا أعاد حرف الباء؟ ده تفكير في السياق والصياغة، لأنه أول مرة قال إيه؟ بتبادري، أدي واحد، وصحتي، وفي الثالثة قال إيه؟ وبالتزامي. قال لأنه قالوا لأن هذا قسما خاصا مستقلا ليس قيدا فيما قبله. التزام تقييده يعني ايه؟ يعني ان اللفظ لا يذكر الا مقيدا، فاذا كان الامر كذلك وان اللفظ لا يذكر الا مقيدا كان ذلك دليلا، كان ذلك دليلا وعلامة على كونه مجاز. نحن لم نرى هذا الاستعمال إلا ومعه هذا القيد، يكون ذلك دليلا على أنه معنى مجازي. قال وبالتزام تقييد اللفظ الدال عليه، أي من بعض الصور، فإن كثيرا من صور المجاز قد يخلو عن التقييد. يعني إذا كان مقيدا في بعض الصور ولا يذكر في هذه الصور إلا مقيدا دل ذلك على أنه مجاز. طب الدليل على كده إيه؟ قال كجناح الذل، ما يذكرش الجناح في استعمال المجازي إلا ومعه الذل، جناح الذل. التزام تقييد ذلك اللفظ يدل على أن الجناح ليس المراد به الجناح الحقيقي وإنما الجناح المجازي، وهو لين الجانب، لأن الجناح الحقيقي وهو جناح الطائر يعني إنما يشتمل على اللين، على الحنية، على الرحمة. شايف أنت كده دلوقتي لما بتاخد حد كده يعني هكذا وتسند إليه، فإن هذا يدل على المحبة، على العطف، على وهكذا. لكن التزام التقييد يعني إيه؟ يعني أنه يذكر مقيدا بهذه الطريقة، جناح الذل. هو في جناح الذل، يعني إيه بقى جناح الذل؟ يعني لين الجانب، مش الجناح الحقيقي، لأن الجناح الحقيقي ليس موصوفا بالذل، وإنما المعنى يعني ولين الجانب. واخفض لهما جناح الذل. شو بقول لك؟ اخفض. شو بقى التشبيهات والمجاز؟ اخفض لهما جناح، إن كان جناحك عالي كده اهو اخفضه واجعلهم تحت جناحك. يعني ايه؟ يعني ارحمهما، اعطف عليهما، يعني تقرب وتودد إليهما، اسأل عنهم وما تسيبهمش، أصل أنا مشغول. برضك ما ينفعش. قال وبالتزام تقييد اللفظ الدال عليه، أي على المعنى المجازي، كقوله جناح الذل أي لين الجانب، اللي هو إيه؟ اللي هو جناح الذل يعني لين الجانب، وبإضافة الذل إلى الجناح يدل ذلك على الايه؟ على تكون قرينه على المجاز. ما هو الجناح معناه ايه؟ معناه اللين، يعني لين ليهم، لين لهم جناحك، لين الجانب. فهمت ولا لا؟ فهمت يعني ايه التزام التقييد؟ ذكره ايه؟ لا ده مضاف ومضاف اليه. ما هو ذكره هو بيقول لك ايه؟ واخفض لهما جناح الذل، هو الذل يصدر منه الجناح، يصدر منه الذل، يبقى هو الجناح ده مراد بيه ان انت ليك جناح،
واخفض لهما جناحك. انت مالكش جناح، امال المراد بالجناح ايه؟ قال له لين، يعني لين الجانب. يبقى الجناح معناه ايه؟ معناه اللين، لا اوسع من هذا، العطف، الرحمة، المعونة، وهكذا المتابعة، كل هذا من قبيل خفض الجناح. واخفض لهما جناح الذل. طب الجناح بقى المراد به المعنى الحقيقي هو ان لا جناح، مالكش جناح، وما المراد به ايه؟ لين، لين لهما الامر. ولذلك بص بيقول لك ايه، اي لين الجانب. وهذا تفسير للجناح، فهو تفسير للمضاف لا للمضاف اليه، اللي هو جناح والذل. الجناح ده مضاف والذل ده مضاف اليه، لكن اي لين الجانب قصد بذلك تفسير الجناح، فهو تفسير للمضاف. وبإضافة الذل، يعني وبإضافة الذل إلى الجناح، تكون هذه الإضافة قرينة على أن المراد من الجناح اللين. فهمنا كده يا مشايخ الإسلام؟ واضح جدا. وتوقفي، دي رقم كام؟ 4، لأن تبادل المعنى دي 1، صحة النفي 2، التقييد 3، 4 وتوقفي. قال وتوقفي إطلاق اللفظ الدال عليه على المسمى الآخر. يعني إيه؟ يعني أنه لا يذكر إلا مع هذا اللفظ. ومكروا، ومكر الله أهو، ومكروا ومكر الله، يعني لا تجد أبدا ذكر وإضافة المكر إلى الله إلا في جانب ذكر مكر القوم. ولذلك يتوقف إطلاق المكر على الله على إطلاقه على فئة مقابلة، ولا يكون الأمر هكذا ابتداء. ما يجيش ابتداء ويقول لك ومكر الله، يخادعون الله وهو خادعهم. لا يذكر أو لا تذكر المخادعة إلا في مقابلة مخادعة القوم، ولا يذكر المكر إلا في مقابلة ذكر مكرهم. ولذلك الدليل على أن هذا اللفظ أريد به المعنى المجازي أنه لا يذكر إلا مع ذكر مكر القوم. وتوقف إطلاق اللفظ الدال عليه، أي على المعنى المجازي، على المسمى الآخر. المسمى الآخر اللي هو إيه؟ ومكروا. وفي مقابلة مكرهم إضافة المكر إلى الله. ولذلك يسمون هذه مشاكلة. ولذلك ده معنى من المعاني المجازي. هو ربنا بيمكر؟ ده المكر صفة ذم، صفة عيب، صفة نقص. ولكن ليس المراد بذلك وصف الله بالمكر، وإنما المراد أنه يجازيهم جزاء مقابلا لمكرهم. طيب، وقالوا في التفسير ومكر ومكر الله، حيث تواه، حيث تواطأ اليهود على أن يقتلوا عيسى عليه السلام بأن ألقي شبهه على من وكلوا به قتله ورفعه إلى السماء، فقتلوا الملقى عليه الشبه ظنا أنه عيسى. طيب، فهمنا بقى القضية جاية منين.
ولم يرجعوا إلى قوله أنا صاحبكم فقتلوه. فأطلق المكر على المجازاة، يعني هو ومكر ومكر الله، يعني جازاهم على مكره، خلاص ما احنا قلناه. قال والمختار اشتراط السمع في نوع العلاقة، في نوع المجاز. والمختار اشتراط السمع، يعني لا بد وأن ترد نوعية المجاز في كلام العرب. احنا عندنا دلوقتي نوع العلاقة وشخص العلاقة. شخص العلاقة يعني استعمل نفس العبارات ونفس الألفاظ التي استعملها العرب، هذا ليس بشرط، لكن استعمل نفس المجوزات التي استعملها العرب، يبقى هو ده النوع. العربي عبر بالسبب عن المسبب، ده نوع العلاقة. عبر بالحال عن المحل، وهكذا في 30 علاقة ذكرها الإمام الزركشي في البحر المحيط، واخد بالك. فهل يا ترى الشرط في جواز التعبير بالمعنى المجازي ورود شخص الاستعمال، أم يكتفى بنوع العلاقة المجوزة والمصححة لترك المعنى الحقيقي والذهاب إلى المعنى المجازي؟ قالوا لا، المختار اشتراط السمع في نوع المجاز، يعني نوع العلاقة المصححة للاستعمال المجازي، كالسببية والمسببية والكلية والجزئية وغير ذلك، في حوالي 33 علاقة موجودين عندك في البحر المحيط. طيب خلصنا منها، عايزين تقولوا حاجة ونكتفي بهذه العلاقات ولا نجيب حاجات من الله؟ بلاش، كفاية كده. يبقى نوع المجاز يعني يا مشايخ يعني نوع العلاقة المصححة للاستعمال، لابد وأن تكون واردة عن العرب. فما ينفعش بقى نيجي ونخترع علاقات جديدة لم تكن معروفة عند العرب، لأنهم لم يستعملوها فلم يأذنوا فيها. أمال اللي أذنوا فيه؟ لا، اللي أذنوا فيه العلاقات الخاصة، واخد بالك. هات لي كده البحر، نشوف بس فيه شوية حاجات للطلبة. الجزء النسخة دي 6، هات الثالث. بارك الله فيك، جزاك الله خير، كنت جايب منها نسختين زمان، انت بتدلس عليا، هات التاني. لا التاني، انا قلت لك التالت ولا التاني؟ يعني سمعت. اهي يلا، دلالة كذا وكذا، اهي المباحث الحقيقة والمجاز، العلاقات. فين بقى يا مولانا العلاقات؟ هل المجاز موضوع للمجاز في القرآن؟ إنكار المجاز في السبب الداعي إلى المجاز، المجاز خلاف الأصل، المجاز يحتاج إلى العلاقة والقرينة، التجوز، مراتب المجاز، ما إطلاق ما بالكون. 108. العلاقات. طيب يجيء المجاز بمراتب في سرد أنواع العلاقات هم يا أولاد. الجزء الثاني 198. النوع الأول السببية، قال اسم السبب على المسبب، أدي أول علاقة، هو بيبدأ بالأول كده، أو إطلاق العلة على المعلول. وقسم بقى العلة إلى أنواع، مثال الأول اللي هو اسم السبب على المسبب، يعني أطلقنا اسم السبب على المسبب،
نزل السحاب وأرادنا به الايه؟ المطر، لأن السحاب ده ايه؟ سبب لإيه؟ للمطر. فأطلقنا، ما هو نزل السحاب المقصود به نزل المطر، لكن اللي نزل ده هو المطر مش السحاب، لكن السحاب سبب للمطر. فأطلقنا اسم السبب على المسبب وهو المطر. افهم الله يكرمك. فإن السحاب في العرف سبب فاعل في المطر، كما يقال النار تحرق الثوب. هي النار اللي حرقت الثوب، ده أنا صاحب الثوب اللي جبت النار وحرقت الثوب بالنار، يبقى مين اللي حرقه؟ أنا مش النار، لكن النار سبب. فأطلقت السبب اللي هو النار على المسبب اللي هو أنا الفاعل الحقيقي. طيب، ومن ومثال الثاني هيقول لك العلة مش عارف الصورية والعلة مش عارف ايه، ده النوع الأول. العلاقة الثانية المسببية، بالعكس بقى، أحيانا يطلق اسم السبب ويراد المسبب، وأحيانا يطلق المسبب ويراد السبب، نوعين. كتسميتهم المرض المهلك موتا، سمى المرض موت ليه؟ مش احنا بنقول اهو المرض ده ايه؟ سبب، والموت ده ايه؟ مسبب. فأطلقنا اسم المسبب وهو الموت على السبب وهو المرض، عكس الماضي. العلاقة الثالثة المشابهة، وهي تسمية الشيء باسم مشبهه، يعني ما شابهه، كإطلاق اسم الأسد على المنقوش على الحائط. فارسم لك على السبورة ديت صورة أسد وأقول هذا أسد، بس مش أسد حقيقي، ده مجازي، لأن الصورة تشبه الحقيقة. أوري لك صورتك وأقول هذا فلان الفلاني، لكن هو مش حقيقي فلان الفلاني، دي صورة فلان الفلاني. يبقى أطلقت هذا اللي هو الاسم على ما يشبهه، وهذا ضرب من ضروب المجاز، وهو تسمية الشيء باسم ما يشبهه. الصورة ديت تشبه الأسد الحقيقي، فأسمي الصورة أسدا لأن هذه الصورة تشبه الأسد. يبقى دي العلاقة الثالثة. وهنا بقى بيشرح الإمام الزركشي الاستعارة وأنواع الاستعارة، وقضية كبيرة جدا. العلاقة الرابعة التضاد، وهي تسمية الشيء باسم ضده، وأكثر ما يقع في المتقابلات أسمي الشيء باسم ضده. وجزاء سيئة سيئة مثلها، أطلق الجزاء، أطلق على الجزاء سيئة، وجزاء سيئة سيئة، يعني أطلق على، يعني أنا باخد حقي منك، تسمي أخذ حق سيئة؟ قال لك لا، اللي أنت بتعمله ده حسن، والذي تأخذ في مقابلته ده سيئة، لكن قد يسمى الشيء باسم ضده. وجزاء سيئة سيئة مثلها، سمى السيئة الثانية سيئة مع أنها في الحقيقة حسنة، لكن قد يسمى الشيء باسم ضده.
ما تقلقش، لا لا لا، بس مش كتابنا عشان نشاور فيه. أطلق على الجزاء سيئة مع أنه عدل لكونه ضدها. ده مش سيئة دي، ده أنا باخد حقي، ولما باخد حقي يبقى ده إيه؟ يبقى ده حسنة وده عدل. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم، وإن عاقبتم فعاقبوا. إيه ده؟ يعني أنت ضربتني فأنا بقتص منك، فسمى القصاص الذي هو عدل عقوبة. الله يستهزئ بهم. طيب العلاقة الخامسة الكلية، وهي إطلاق اسم الكل على الجزء. يسموها إيه؟ كلية، إطلاق اسم الكل على الجزء. يجعلون أصابعهم، هو بيجعل أصابعه كلها. طب بصوا أهي دي كده هتخش جوه الودن، ولا الذي جعل وأدخل في الأذن هو الأنملة. الأنملة. فأطلق الكل على الجزء، فأطلق اسم الأصبع من أوله إلى آخره على الأنملة. يبقى دي اسمها علاقة الايه؟ الكلية، أنني أطلق اسم الكل على الجزء. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. بلك بارك الله فيك، أصل أنا بتاع قراءات قديمة أمول هنا. قال الكلية، وهي إطلاق اسم الكل على الجزء. طيب وهنا بقى في تفاصيل وتدقيقات، أهم حاجة بس إن أنا أعرفك شوية حاجات لطيفة كده. الجزئية العكس بقى، إطلاق لفظ الجزء على الكل. أنا هناك قلت إيه؟ يجعلون أصابعهم، استعملت الأصابع كلها في الأنملة بس. هنا بقى العكس، إن أنا بستعمل الجزء على الكل. يا سلام، ده العكس. إيه العرب ده؟ ده العربي بقى ده كان فنان. قال لك آه، يبقى أنت مش مرتبط بأشخاص استعمالات العربي، أنت مرتبط بالعلاقات الكلية. أهم حاجة يبقى كلامك في انصراف من الكلية للجزئية ومن الجزئية للكلية، هي دي نوع العلاقة. في أي بقى مجال، في أي لفظ، في أي عبارة، لكن لابد أن تشتمل على هذه العلاقة أو على غيرها من العلاقات. إحنا بنقول إيه؟ بنقول بنقيس، يعني زي القياس كده الفقهي. كقولهم فلان يملك كذا رأسا من الغنم. بقول هذا رأس من الغنم، فأنا أطلقت الرأس وأردت به الغنم كلها، فأطلقت اسم الجزء على الكل. زي مثلا ويبقى وجه ربك، بس ما ينفعش نقول كده في ذات الله، الجزئية والكلية ديت مهمة التشبيه، فإيه لا بلاش منها. واخد بالك؟ ركع ركعتين ازاي يعني؟ تسمية الـ لا، ما هو تسمية الركعة كلها باسم الركوع. هو قال ركعة ركوعا ولا ركعة؟ ركعة ركوعا، يعني صلى كاملة. طيب السابعة، إطلاق ما بالفعل على ما بالقوة. إطلاق اللي عايز يكتب، اللي عايز يكتب، لأن ديت ممكن ما تحصلش مرة تانية. إطلاق ما بالفعل على ما بالقوة، زي تسمية العنب خمرا حال كونه عنبا، لكونه سيؤول بعد ذلك إلى الخمرية. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه:
إني أراني أعصر خمرا، فسمى العنب الذي يتهيأ إلى الخمرية خمرا. يبقى ده اسمه إيه؟ إطلاق ماء بالفعل على ما بالقوة. العلاقة الثامنة المجاورة، يعني لأنه إذا حصل بين شيئين مجاورة جاز أن يسمى أحدهما باسم ما جاوره، كإطلاق لفظ الراوية على القربة، بلاش القرب، كإطلاق هات يا ولدي، كإطلاق لفظ الراوية على هذا الكوب، لأننا هشربه فهرتوي، فلما جاور الكوب فمي وجاورت الكوب سمي هذا الكوب إيه؟ راوية، يروي، مع أن الرواية الروي ده جوايا، لكن في مجاورة بين القربة وبين الارتواء. قال الراوية على القربة التي هي ظرف في الماء، فإن الراوية في الأصل اسم للبعير، ده كلام بقى ثاني ده. معلش هنصحح المثال، كإطلاق لفظ الراوية على القربة التي هي ظرف للماء، سموا القربة راوية، مع أن الراوية في الأصل كان اسم للبعير، لأن البعير ده كان هو اللي بيحمل عليه القرب، فسموا القربة باسم البعير التي يحملها، فهناك مجاورة. اعتبار ما كان عليه الشيء، وآتوا اليتامى أموالهم. طب أنا هديله ماله هو يتيم، ولا هديله ماله بعد ما يتخلص من اليتم وبعد ما يبلغ؟ لا بعد ما يبلغ، لأنه لا يتم بعد البلوغ، لا يتم بعد البلوغ كما في حديث أبي داود. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا، يعني في هذه الحالة هنعمل ايه؟ هنديهم اموالهم. طب انا بديله ماله وهو يتيم؟ لا، ده باعتبار ما كان، يعني سماه يتيما باعتبار الحالة التي كان عليها قبل البلوغ، فده بيسموه باعتبار ايه؟ باعتبار ما كان. العلاقة العاشرة، اعتبار ما يؤول إليه، يعني المآل، يسمى الشيء باسم ما يؤول إليه، ما ينتهي إليه، كإطلاق الخمر على العنب، هي مشتبهة مع إطلاق ما بالفعل على ما بالقوة، مشتبهة معها، كإطلاق الخمر على العنب أو بالقوة كإطلاق المسكر على الخمر، يعني العنب في حال عنبيته يسمى خمرا. جميل، وده يبقى تسمية لي باعتبار ما أنه بعد ذلك سيكون خمر. طب إيه بقى الفرق ما بين الاثنين يا أخوانا؟ إطلاق ما بالفعل على ما بالقوة، كأنه ما بالقوة يعني أنه مهيأ تهيئة، يعني تهيئة قوية لأن يكون خمرا، باعتبار ما يقول إليه وكأنه ليس يقينيا، أنا وجهة نظري هكذا يعني، لكن الاثنين علاقات. طيب بعد كده 11، المجاز بالزيادة، وهذه تكلمنا عليها قبل ذلك وضربنا لذلك مثالا بقوله ليس كمثله شيء، وهل الكاف زائدة أو مثل لزائد؟ دي كلمنا عنها، قلنا ليس كمثله، إيه اللي زايد يا مولانا؟ إذا هم علماءنا كده بالدقة الشديدة دي، يبقى إيه الفرق ما بين منهجنا الدقيق العميق الذي يتعامل مع الكلام على مستوى الحرف وبين منهج النابتة الوهابية السلفية؟
التعامل الدقيق العميق وفهم ما وراء الألفاظ. هو يا ترى اللي زائد كاء ولا مثل؟ قال وجهان حكاهما الماوردي وغيره. الماوردي ده صاحب الحاوي الكبير، وله كتاب في التفسير 4 مجلدات، وله كتاب اسمه الإقناع اختصر فيه الحاوي الكبير، وله كذلك الأحكام السلطانية، ويكفيه الحاوي، ويكفيه الحاوي، يعني شرح فيه مختصر الإمام المزني في شرح بديع عجيب غريب. ويعتبر هذا الكتاب من الكتب التي استفدت منها كثيرا، لأنني في سنة 2001 قمت بتحقيق وكتابة أدلة على كتاب خلاصة الإمام الغزالي، والخلاصة اختصر فيها الإمام الغزالي مختصر المزني، فانتفعنا بالحاوي وأدلة الحاوي على مختصر الإمام المزني، لكنه كتاب لا يترك ولا يدرك لما فيه من السهولة، ولما فيه من الشرح الوافي، ولما فيه من التفريع، ولما فيه من المجادلة القوية مع الخصوم من أصحاب المذاهب الأخرى. فأتمنى منكم أن تعطوه، أن يعني تعطوه قدرا من وقتكم. خلي بالكم من الحاوي الكبير، من لم يكن له قراءة فيه سيفوته خير كثير. لا، نهاية المطلب عبارة صعبة، عبارة صعبة جدا وشاقة، لكن الحاوي رائع، حاجة سهلة سهلة، لآلئ ذهب شغالة معك، لا يستغنى بعبارة عن عبارة ولا بمنهج عن منهج. طيب، وهل الكاف زائدة ولا مثل اللي زائد؟ وجهان حكاهما الماوردي وغيره. هيبقى ايه؟ ليس مثله شيء، يبقى الكاف زائد، او ليس كاء هو. انت جبت هو منين؟ من الهاء اللي في مثله. ما انت لو شلت مثله هيرجع الضمير الى الارتفاع، يبقى ليس كهو. يا ايه ده، ده ايه الجمال ده، ده حاجه، لا لا لا. وقال الشيخ ابو اسحاق في الارشاد: هل المجاز الزائد عن الايه؟ لا غير. كلام طويل واحنا اتكلمنا فيه، لان لو هنقرا ديت يبقى النهارده مش هنخلص. هنجيب بقى كلام السعد التفتزاني، وشرحناها النوبه اللي فاتت. النوبه يعني ايه؟ يعني المره السابقه. العلاقه 12: المجاز بالنقصان. إنما جزاء الذين يحاربون الله. هو في حد يقدر يحارب ربنا؟ في هنا محذوف، يعني أهل الله الذين يحاربون الله، أي أهل الله اللي هم مين؟ قال لك العلماء: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، أي أهل الله. يبقى ده بيسموه مجاز بالإيه؟ بالنقصان. وبعضهم ذكر: واسأل القرية، يعني واسأل أهل القرية، ده برضك مجاز واحنا تكلمنا على أنه أحيانا قد يكون مجاز بالحذف، وقد يكون من قبيل إطلاق المحل وإرادة الحال. بس انت وانت بتقرأ ملاحظ ايه؟ ملاحظ المحذوف ولا ملاحظ الاشارة ديت والعلاقة ديت؟ طيب يلا، هنخليكم ان شاء الله علماء قريب، بس يلا استمروا معايا. العلاقة 16: تسمية الحال باسم المحل كالغائط. الغائط ده مكان لشيء منخفض من الأرض، هذا المكان يقضي فيه الإنسان حاجته،
فأطلق هذا الخارج من الإنسان، أطلق عليه غائط تسمية له باسم هذا المكان الذي حل فيه، وإطلاق اللازم على الملزوم كالمس، أطلق المس على الجماع لأن المس أو من لوازم الجماع أن يمس الرجل المرأة، هم لا يجمع إزاي، أو كالمس على الجماع. وهو ذكر بقى علاقات كثيرة، كفاية عليكم 15 علاقة. خد يا سيدي ما عملناهاش قبل كده، البحر المحيط طبعا، ده حدوتة كبيرة. يلا نرجع بقى للأوامر والنواهي. الأوامر والنواهي، تعريف الأمر. والأمر استدعاء، اللي هو بقى ايه، اللي هو مادة أمرا التي يدل عليها بإفعل وما يقوم مقامها. استدعاء، يعني ايه استدعاء يا مشايخ؟ يعني طلب الدعاء، الألف والسين والتاء تأتي للطلب في بعض الأحيان، وتأتي للتأكيد في البعض الآخر. استدعاء يعني طلب الطلب، شايف؟ وما ليه بقى المراد؟ المراد إنها للتأكيد، استدعاء يعني طلب مؤكد، لأن ما ينفعش أقول إيه؟ ما ينفعش أقول إن الألف والسين والتاء للطلب، لأن الدعاء نفسه طلب، يبقى طلب الطلب؟ لا، ده طلب مؤكد. قلت له يا شوال أصلاً طيب، طلب الطلب. ولذلك قال ايه، طلب استدعاء يعني ايه، يعني طلب، ولكن الطلب ليس مستفادا من الف من الالف والسين والتاء، وانما مستفاد من مادة الدعاء، لان الدعاء في طلب. طب امال الالف والسين والتاء ليه يا مولانا؟ للتأكيد، زيادة للتأكيد. ما زائدة، ولكن ايه فائدة الزيادة ساقي؟ التأكيد، يعني تأكيد الطلب. الفعل، أي ما يسمى فعلا عرفا، فشمل القول والنية والاعتقاد. طلب الفعل، خرج به طلب الترك، لأن الفعل معروف، الفعل العرفي يقابله الترك، خرج به أي بقوله الفعل طلب الترك. فإنه يعني فإن طلب الترك على بقية القيود التي يأتي ذكرها يسمى نهيا، بالقول أي بالقول الدال عليه بالوضع. خرج الطلب بالكتابة، أكتب لك على السبورة احضر يوم الأحد القادم، من أجل أن هناك درسا، من أجل أن هناك درسا في غاية المأمول أيضا. يبقى ده لا يسمى أمر، لأنه ليس بالقول الدال عليه باللفظ يعني. والإشارة، الإشارة ديت مفهمة للحضور، طلب الحضور كده يعني تعالى، أقول لك كده تعالى، كده يعني اذهب، ما تجيش كده، أسكت. والقرائن المفهمة، زي أخونا الساقي كده شايفني عمال أعمل بالكوباية كده، فيفهم أنني أريد منه
أن يضع فيها شيئا من العصير أو شيئا من البيبسي أو شيئا من السوائل، وهو يضع الثلج بكثرة أقول له كفى هكذا كفى يعني انتهي، لا تفعل، ده نهي برضك مش أمر. وبالقرائن المفهمة فإنه أي ما سبق ليس بأمر حقيقة، وإن كان يسمى أمر على سبيل المجاز. طيب ممن هو دونه، يعني من شخص بل الشخص ممن هو دونه، يعني أن يكون المطلوب دون أن يكون المطلوب منه دون الطالب، وأن يكون الطالب أعلى درجة من المطلوب منه، لأن الرتبة على هذا معتبرة في الأمر. فإذا كان الآمر أعلى درجة من المأمور منه سمي أمرا، وإن كان مساويا سمي التماسا، وإن كان الطلب من الأقل للأعلى سمي دعاء. هذا عند من رأى تفاوت الدرجة مؤثر في الاسم، أمر مع استعلاء كما يقول صاحب السلم استعلى، بس هنا علو، بس اللي هناك في المتن استعلى يقصد به العلو. يبقى الاستعلاء أن يكون الطالب العلو أن يكون الطالب أعلى درجة من المطلوب منه. قال فيسمى خرج به الطلب من المساوي، يعني المساوي لك في الدرجة، فيسمى التماسا، والطلب من الأعلى فيسمى دعاء على سبيل الوجوب، يعني على طريقة هي الحتم، فالإضافة هنا بيانية، يعني على طريقة هي الحتم واللزوم بألا يجوز الترك أي الحتم. خرج به طلب ما ذكر لا على سبيل الوجوب، يعني لا على سبيل الجزم، لا على سبيل القطع، يعني بأن يجوز الترك، بأن جوز الترك، يعني لا يترتب على الترك أدنى عقوبة، فإنه ليس بأمر حقيقة. يعني ما إذا كان فاقد شرطية التأكيد واللزوم فإنه حينئذ لا يسمى أمرا على سبيل الحقيقة، وإنما يسمى أمرا على سبيل المجاز. فعلى هذا ليس المندوب مأمورا به. لماذا؟ لأن المندوب ليس مطلوبا على سبيل الحتم واللزوم والقطع، وإنما هو مطلوب على سبيل يعني أنه جوز تركه، ولو تركه لا يترتب على ذلك أدنى عقوبة. فهذا التعريف يجعل المندوب ليس أمرا لفقد شرط من شروطه، لأن الأمر يشترط فيه أن يكون على سبيل الجزم واللزوم، والمندوب ليس مأمورا به على سبيل الجزم واللزوم لأنه جوز فيه الترك. وعلى هذا التعريف لا يسمى المندوب مأمورا به حقيقة، وإنما يسمى مأمورا به على سبيل المجاز. قال وبه قال جماعة، أي جماعة من أهل العلم
ومن الأصوليين منهم الإمام الرازي رضي الله تعالى عن الجميع، وهو صاحب مدرسة عظيمة وله من المؤلفات الكثير. بس هنا بيقول الإمام الرازي اللي هو الجصاص، مش الرازي بتاعنا اللي هو الإمام، لا غلط، لا 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 حق غلط، يقصد به هنا الرازي الإمام الرازي اللي هو صاحب المحصول، مش الإمام الرازي هنا بيقول أغلب الظن أن الشارح يعني الإمام فخر الدين الرازي صاحب المحصول، فيكون هذا سبق قلم منه رحمه الله، لأن الرازي المخالف في هذه المسألة هو الحنفي. طيب ما هو ممكن يكون كمان الإمام الرازي صاحب المحصول مخالف، ودي كمان هتلاقي العبارة دي عندك، العبارة دي هتلاقيها في المحلي. فهو بيقول إن المخالف في هذه المسألة المحقق هو أبو بكر أبو بكر الرازي الحنفي، مش الإمام الرازي. طب هات البحر، المسألة أصلا فيه هتلاقيها في الجزء الثاني. أنا مش حافظ البحر عشان ما تقوليش ده حافظ البحر، مش حافظ البحر ولا حاجة، لكن من كثرة خبرتي بالبحر ونفسنك كده هو كنت دايما بقرأ في البحر المحيط. لا هي مشايخ إن شاء الله أهي، والمندوب حسن. يا سلام يا سيدنا النبي مدد. قال: والمندوب مأمور به حقيقة في قول القاضي والغزالي وابن الصباغ، ونقله عن أبي بكر الدقاق وكثير من الأصحاب، وقال سليم في التقريب إنه قول أكثر أصحابنا. وصور المسألة بما إذا ورد لفظ الأمر ودل الدليل على أن المراد به الندب، فإنه لا يجعل مجازا لأنه حمل على الأمر طب إخراج ما كان حقيقة كذا وكذا وكذا فنقله. وقال الكرخي وأبو بكر الرازي، صح كده، ليس مأمورا به حقيقة بل مجازا. واختاره الشيخ أبو حامد وأبو إسحاق وأبو بكر الشاشي والكيا الهراسي، واستحسنه ابن السمعاني ونقله ابن برهان في الأوسط عن معظم الأصحاب، ونقله المازري عن الشيخ أبي الحسن الأشعري، وقال ابن العربي إنه الصحيح، وقال الرازي في المحصول إنه المختار. طيب ما هو الرازي هو والصحيح الأول، طب ما يبقى كده الرازي قايل بيه، ما هو بيقول لك وقال الكرخي وأبو بكر الرازي ليس مأمورا به حقيقة بل مجازا، اللي احنا بنقول عليه في الأول، صح كده عندك يا ساقي؟ واختاره الشيخ أبو حامد، عندك أبو حامد وأبو إسحاق وأبو بكر الشاشي وإلكيا الهراسي، واستحسنه ابن السمعاني ونقله ابن برهان في الأوسط عن معظم الأصحاب، ونقله المازري عن الشيخ أبي الحسن الأشعري، وقال ابن العربي إنه الصحيح، وقال أبو قال الرازي في المحصول إنه المختار. هو دي هي دي، يبقى صح كده الإمام، ما فيش حاجة اسمها سبق قلم. سبق قلم يا مولانا، ده أنت اللي عقلك في سبق قلم، لأنه بيقول لك أهو وقال الإمام الرازي والقارخي واختاره أبو حامد وغيره، ولكن أكثر أصحابنا أنه مأمور به حقيقة. يبقى لما يقول لك هنا منهم وبه قال جماعة منهم الإمام الرازي، ده هو بتاعنا يا أخوانا، والقارخي قارخي من الحنفية، اختاره الشيخ أبو حامد. يبقى الحشة رقم 2 دي مشايخ اضربوا عليها أو اضربوها بالنعال لأنها غلط. لأن الإمام الرازي قائل بأنه مجاز، بيقول لك ده هو المختار. بص هنا كمان أهو،
بيقول لك وقال القاضي الكرخي وابو بكر الرازي، قال وقال الرازي في المحصول انه المختار، ده اختاره كذلك في المحصول. عندك ايه في المعالم؟ مش هتلاقي ذكرها في المعالم. محصول، خد يا مولانا، خد يا سيدي، بارك الله فيك. يبقى صح هنا ده المين؟ يبقى مين بقى الرازي؟ الامام الرازي بقى الامام الرازي صاحب المحصول، والكرخي من الحنفية، واختاره أبو حامد. أبو حامد ده أبو حامد الإسفرائيني، أنا أعتقد إن ده أبو حامد المروزي مش الأستاذ. ماشي، في المعالم لم يقيد أن الأمر لابد بالوجوب، إنما قال لا لا لا، ده لسه هيتكلم عنها بعد كده تاني. هو الشيخ أبو حامد، لا أبو حامد المروزي مش الأستاذ. الأستاذ دائما يقولون عنه وقال الأستاذ، لكن وقال الشيخ أبو حامد، لا، أبو حامد المروزي شيخ طريقة المراوزة وشيخ المذهب. فيعني خلي بالك، يبقى الشيخ أبو حامد يبقى أبو حامد المروزي. يقول لك هنا في التحقيق وقال الشيخ أبو حامد الإسفرائيني، لا، ده إذا أرادوا الإسفرائيني قالوا عنه وقال الأستاذ. امسك يا مولانا، بارك الله فيك. معلش بقى، يعني القراءة والاطلاع الكتير بيؤدي إلى كده. يقول لك واختاره الشيخ أبو حامد، يا مولانا أبو حامد الإسفرائيني، لا، أبو حامد المروزي، الشيخ أبو حامد المروزي، لأنهم قالوا إذا أطلق الشيخ فإنه يراد به في كتب المتقدمين الشيخ أبو حامد المروزي شيخ طريقة المراوزة، لأن الشافعي أصلا مذهب الشافعي كان طريقين، في طريقة الخراسانيين وفي طريقة المراوزة، وهذه مدرسة في المذهب وهذه مدرسة. جاء الإمام النووي وجمع بين الطريقتين، خلصت. ولذلك احنا ليه بنحب الإمام النووي؟ لأن الإمام النووي ده عظيم. واختاره الشيخ أبو حامد وغيره، لكن أكثر أصحابنا كما حكاه ابن الصباغ في العدة على أنه مأمور به حقيقة، ده القول الثاني في البحر المحيط، وحكاه القاضي أبو الطيب، معروف ما فيهوش خلاف، عن نص الشافعي. قال ده نص الشافعي يفهم منه هذا، ومقتضى كلام الأصحاب ومقتضى كلام المصنف. يبقى احنا خلصنا من المندوب، هل هو مأمور به حقيقة أو ليس مأمورا به حقيقة، وانتهينا من هذه المسألة. دخلنا في مسألة أخرى، وهي هل حتى يسمى الأمر أمر اشترطوا فيه العلو والاستعلاء أم لا؟ هذه مسألة فيها خلاف منتشر. طيب، قبل أن نقول هذا أو ذاك، لابد وأن نتكلم عن العلو والاستعلاء. إيش هو العلو يا مشايخ الإسلام؟ قالوا العلو أن يكون الطالب أعلى درجة من المطلوب منه، والاستعلاء هو عبارة عن الطلب بهيئة فيها غلظة. يبقى ده استعلاء. استعلاء يعني ايه؟ يعني انا اظهر في كلامي الرفعة، اظهر في كلامي الشدة، ده الاستعلاء، وهما غير متلازمين. ممكن يبقى الطالب أعلى درجة وأطلب منك برقة وحنية، وممكن يبقى أقل وأطلب منك بشدة، افعل، اسقني، قم، اذهب، وهكذا. فإذا طلب منك بغلظة وقوة وشدة سمي ذلك استعلاء، وإذا كان الطالب أعلى درجة من المطلوب منه سمي ذلك علوا. والسؤال هنا، هل يشترط في مسمى الأمر العلو والاستعلاء أم لا؟
هذا هو محل الخلاف. إمام الحرمين وهو يأتي لنا بالتعريف أي بتعريف الأمر في الورقات يضع قيد العلو، فيفهم من ذلك أن العلو عنده شرط في أن يسمى الأمر أمر، لكن الجمهور على خلاف هذا، ولم يشترط الجمهور لا العلو ولا الاستعلاء. وعلى ذلك فالجهات المختلفة من الأمر والالتماس والدعاء لا يظهر لها فائدة عند الجمهور. لماذا؟ لأنهم لا يشترطون لا العلو ولا الاستعلاء. فيجوز أن تقول لمن هو أعلى منك رتبة اسقني، ويسمى ذلك أمر. ويجوز أن تقول لمن هو أعلى منك اسقني ولا ويسمى ذلك أمر، لأنك أولا لست أعلى منه، ثانيا لم تأمره بغلظة وبشدة اللي هو الاستعلاء، وهذا هو الراجح. والأدلة على ذلك كثيرة. قال: ومقتضى كلام المصنف أنه لا يعتبر في مسمى الأمر الاستعلاء. لماذا؟ لأنه لم يذكر في تعريفه شرط الاستعلاء، وما لم يذكره في التعريف لا يكون شرطا، إذ لو كان شرطا لوجب عليه أن يذكره في تعريف وحد وضبط الأمر. ثم صور الإمام الرملي الاستعلاء بأن يكون، فالباء هنا مولانا للتصوير، كأن سائلا سأله وقال له: وما صورة الأمر وما صورة الاستعلاء؟ قال: أن يكون الطلب بعظمة، مصحوب كده بفخامة، قوم بعدين ما عرفهاش بقى. فالعلو صفة في الطالب، والاستعلاء صفة في لفظه. بأن يكون الطلب بعظمة، يعني بعظمة، الباء هنا بمعنى مع، يعني مصحوبا بعظمة، يعني مع عظمة. وهو الراجح اللي هو عدم اشتراط الاستعلاء، هو الراجح. ويظهر الاستعلاء في كيفية النطق باللفظ بأن يكون بصوت مرتفع مع غلظة فيه. ومن هنا يتضح أن الاستعلاء هيئة ترجع إلى الكلام والنطق به. وقالوا بأنه إذا صدر الأمر خالي من هذا وكان مصحوما بتذلل وأمر، لا يقال لقائله آمر، هو أنت يعني وأنت كده عمال بتتذلل والنبي شربني والنبي صب لي، طب عشان خاطر أنت عمال تتذلل ليه؟ ده ما يسماش أمر. ده هو بيقول كده، بيدعي أن هذا لا يسمى أمرا عند العرب. قال: خلافا لأبي الحسين، أبي الحسين البصري صاحب كتاب المعتمد، شرح فيه كتاب العمد للقاضي عبد الجبار، طبع في مجلدين عظيمين. والإمام الرازي صاحب المحصول وصاحب المنتخب وصاحب المعالم وصاحب التفسير وصاحب الأربعين وصاحب مدرسة، والآمدي صاحب الإحكام وابن الحاجب مدرسة أيضا. وما تقرر من اعتبار العلو في مسمى الأمر تقرر بسبب أنه ذكر قيدا في التعريف، ذكر في التعريف أنه لابد أن يكون الطالب أعلى رتبة من المطلوب منه، ففهم من ذلك أنه لابد من أن يكون ذلك شرطا، لأنه لا يذكر في التعريف إلا القيود والشروط والأركان. وما تقرر، يعني وما ثبت في التعريف من اعتبار العلو في مسمى الأمر، وهو أن يكون الطالب مسمى، يعني إيه؟ يعني حده، يعني تعريفه،
وهو أن يكون الطالب أعلى مرتبة من المطلوب منه. إما أن يكون مدرسك، يعني العلو ده جه منين؟ جه بقى يعني إما أن يكون في الدرجة الشرعية أو الدرجة العرفية. الدرجة الشرعية يعني الشيخ مع التلميذ، مرتبة الشيخ أعلى من مرتبة التلميذ. أو إما أن يكون مثلا من الجهة الاجتماعية، بأن يكون مثلا هو رئيسك، أو مثلا يكون هو أبوك والأب أعلى رتبة، وهكذا. وهو ما عليه المعتزلة من غير أبي الحسين وأبو إسحاق الشرازي صاحب اللمعة إلا ما حدش منكم بيحضره، وابن الصباغ صاحب الشامل، والسمعاني يعني وابن السمعاني. ابن السمعاني له كتاب في الأصول اسمه قواطع الأدلة، طبع في 5 مجلدات، وهو يعني صاحب عبارة سهلة وواضحة، وطبع أيضا طباعة رديئة طبعته دار الكتب العلمية في 2، لكن في رسالة علمية مطبوع في 5 مجلدات عندي اللي عايز يشتري. ونقله القاضي عبد الوهاب من المالكية في كتاب سماه الملخص عن أهل اللغة، قال ده أهل اللغة كذلك يسمونه أمرا بغير علو ولا استعلاء، وجمهور أهل العلم وكذلك جمهور أهل العلم يسمونه أمرا بغير علو ولا استعلاء. طبعا وفي أدلة، ولكن أنا مش عايز أدخل في الأدلة في هذه القراءة، ولا نريد أن نستطرد كثيرا، لكن إن شاء الله لما نقرأ جمع الجوامع بإذن الله تعالى، أو نقرأ التمهيد للإسنوي، نبقى إن شاء الله نتعرض للأدلة، لكن إن شاء الله نحاول بعد هذا أن نقرأ جمع الجوامع بإذن الله بطريقة مبسطة سهلة يعني إيه للحضور. وقيل، ده مذهب ثاني، يعتبر يعني يشترط في مسماه يعني في حده العلو، يعني كون الطالب أعلى رتبة من المطلوب منه، والاستعلاء يعني أن يكون بعظمة وتفاخر. ده مذهب، الاثنين مشترطين، يعني لا يسمى أمرا إلا إذا اشتمل على العلو والاستعلاء، فإذا خلا من أحدهما أو منهما معا فلا يسمى حينئذ أمرا. وقيل لا يعتبران، يعني لا يعتبر لا علو ولا استعلاء، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح لقوة أدلته عند الجمهور. قالوا لأن، يعني حاجة كده بس على الهامش، قالوا لأن لفظ الأمر قد استعمل في القول الطالب للفعل مجردا عن العلو والاستعلاء، والأصل في الاستعمال يا مشايخ الحقيقة، احفظوا كده، أن الأمر استعمل، يعني استعمل لفظ أمر في طلب خال عن العلو وعن الاستعلاء، وإذا استعمل من المستعمل هو العرب بغير علو ولا استعلاء فيكون ذلك الاستعمال حقيقة، لأن الأصل في الاستعمال الحقيقة. كما استعمل أيضا مع العلو، واستعمل أيضا مع الاستعلاء، فاستعمل في كل هذا، استعمل من غير علو ولا استعلاء، واستعمل مع العلو، واستعمل مع الاستعلاء. يبقى ما دام استعمل بهذه الاستعمالات المتعددة وفي بعضها لم يكن موجودا علو ولا استعلاء، يبقى ليس بشرط. فكان لفظ الأمر حقيقة. طيب، ولذلك شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه حكاية عن فرعون، فماذا تأمرون؟ ده فرعون بيقول لمين؟ بيقول لقومه، فماذا تأمرون؟ أو للسحرة منهم، انتوا هتأمروني بإيه؟
ايه ده؟ هم اللي هيأمروك يا عم فرعون؟ ده انت اعلى منهم رتبه، ده انت بتقول انا ربكم الاعلى. ويستبعد ايضا ان هم يغلظوا معاه في العباره، والا راحت رقبتهم بالاشاره. ما هو لو هو زعق لفرعون وقال له اعمل كذا، لا ده فرعون، ده فرعون كان على طول هيؤمر الجلاد يقطع رقبته ويفصل عظمه عن لحمه. ده القرآن بيقول لك اهو، فالآية تسمت ما صدر من قوم فرعون في معرض المشورة أمرا، مع أن قوم فرعون أقل منه. ويستبعد أيضا إن هم يؤمروه بغلظة وبشدة، وإلا اللي هيحصل يا مشايخ سيؤمر الجلاد بقطع الرقاب. وصيغته افعل، ما هي العبارة الموضوعة للأمر؟ فهمنا كده خلاص المسألة الماضية جميلة، ده لسه فيها كان فيها كلام لطيف، ولكننا سنجعله إن شاء الله في كتاب آخر بإذن الله تعالى. وصيغته يعني اللفظ الدال عليه، أي على الطلب الذي حددناه بما قبل. صيغة افعل، لفظ افعل هو العبارة الدالة على الطلب، طلبا جازما. وصيغته قال والله الضمير إما أن يكون للأمر يعني ولفظ الأمر، وإما أن يكون للطلب يعني وصيغة الطلب، لاستدعاء الدالة عليه افعل، نحو تب، لأنها افعل تب، وصلي وتعبد. وقالوا هنا افعل يعني وما يقوم مقامها، كالمضارع المقترن بلام الأمر والمصدر الذي صدر بالفاء، فضرب الرقاب يعني فاضربوا ضرب الرقاب. وهي عند الإطلاق، عند الإطلاق يعني عدم وجود قرينة معها، والتجرد، تجرد يعني الخلو عن القرينة. وذكر التجرد بعد الإطلاق يعني من قبيل التفسير، يعني ايه هو يا مولانا التجرد؟ قال له الإطلاق. وايه هو الإطلاق والتجرد؟ بيفسر. قال وهو عند الإطلاق والتجرد عن القرينة، قرينتي قال القرينة الصارفة له، يعني الصارفة للأمر عن مدلوله، عن موضوعه، موضوع اللي هو ايه؟ اللي هو الوجوب، تحمل على الوجوب. وهذه قاعدة مهمة جدا سنستعملها معنا كثيرا جدا جدا في الفقه، هو أن الأمر المجرد للوجوب ما لم تصرفه قرينة. تقول كده والأمر يفيد الوجوب ما لم تصرفه قرينة، قرينة بتحوله من معناه الأصلي إلى معنى آخر، دي مهم جدا، وتستعملها أنت في كثير جدا من الأوامر الواردة في الكتاب أو في السنة. ولذلك أردنا أن نؤسس هنا، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة، والقرينة إما قرينة حالية وإما قرينة مقالية لفظية، الصارفة، دي صفة للقرينة بتصرفه بتبعده عن موضوعه، يعني عن موضوع الأمر، حيث إن موضوع الأمر للوجوب، تحمل عليه أي تحمل على الوجوب، يعني إذا وجدنا أمرا مجردا وخاليا عن القرينة الصارفة له من المعنى الحقيقي وهو الوجوب إلى المعنى المجازي أيا كان ندبا أو إباحة، يحمل عند هذا التجرد على الوجوب. لماذا؟ لأنها حقيقة فيه،
صيغة إيه على الحقيقة في الوجوب مجاز في غيره بالأدلة الشرعية المرعية على الصحيح، نحو قوله تعالى أقيموا الصلاة، فإن صيغة أقيموا محمولة على الوجوب لتجردها وخلوها عن القرينة، إلا ما دل الدليل، يعني عايز يقول لك لكن إن دل الدليل على الصرف من الوجوب إلى أي شيء آخر حمل على ما صرف إليه، فإن دل الدليل على أن الصيغة مصروفة من الوجوب إلى الندب حملت الصيغة على الندب، أو أن الصيغة مصروفة من الوجوب إلى الإباحة حملت الصيغة على الإباحة، فالصيغة تحمل على ما دلت عليه القرينة، فإن دلت القرينة الصارفة على الندب حملت صيغة افعل التي هي الوجوب إلى الندب أو الإباحة هكذا أو غيرهما من أنواع يعني المصروفات. قال إلا ما دل الدليل على أن المراد منه أي من صيغته الندب أو الإباحة أو غيرهما كما سيأتي كالتهديد وكا 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 إلى آخره، فيحمل أي فتحمل صيغة افعل على ما دل يعني على الذي دل الدليل على أنه هو المراد منه من ندب، ومن هنا لبيان الجنس يعني من جنس الندب أو جنس الإباحة أو غيرهما. نأتي هنا بقى لشيء مهم وهو إلا استثناء متصل ولا استثناء منفصل، استثناء متصل ولا منقطع. فاهمين ولا مش فاهمين يا مشايخ؟ يا أيها الساقي فهمت ما سبق؟ صعب. طب خلاص كفاية كده النهاردة، والنوبة اللي جاية نبقى نبدأ بيها.